ينضم إلينا من الجزائر زميلنا حسان جزائري. حسان، قطاع العدالة الآن تعطل وكذلك مصالح الناس، نسبة الإضراب وصلت إلى 96%، كل هذه التطورات التصاعدية كيف تتفاعل معها وزارة العدل؟ نعم، شكرا داليا. وزارة العدل اعتبرت مقاطعة العمل القضائي من طرف نقابة القضاة بأنه عمل غير مسؤول وبأنه خارج الإطار القانوني الذي لا يسمح لسلك القضاة بالدخول في إضرابات ووقفات احتجاجية، فيما ردت نقابة القضاة بأن قرار مجلس الأعلى للقضاء أتى لينصرها، واعتبرت مقاطعة العمل القضائي بمثابة الوقفة التي كانت ناجحة باستجابة 96% من القضاة، حيث أنه لحد الآن كل مجالس القضاء والمحاكم وقفت أعمالها. وأصدرت نقابة القضاة بيانا بخصوص الأعمال، وأوضحت وأمرت بعض القضاة المختصين في المحاكم الجنائية بأن يفتتحوا الجلسات لتأجيلها دون مناقشة المواضيع والفصل فيها، كما أكدت أن كل ما يخص العملية الانتخابية يبقى ساري ولا يدخل في إطار هذا الإضراب. طيب حسان، الآن المتضرر الأول من كل ما يحدث هو الناس الجزائريين، يعني المصالح المعطلة لهم، هل يعول القضاء هنا أن يضغط هذا الجانب على وزير العدل وبالتالي تحقق المطالب؟ نعم، تعطيل مصالح الناس أصبحت الآن ورقة ضغط. الآن الناس أصبحوا بين المطرقة والسندان، أصبحوا ضحية صراعات بين نقابة القضاة ووزارة العدل، حيث لحد الآن وثيقة سوابق العدلية لا يمكن استخراجها، تراخيص زيارة المساجين لا يمكن استخراجها، حتى وثائق الجنسية لا يمكن استخراجها من قبل المحاكم، لأنها كلها مرتبطة بسير العمل القضائي وتوقيعات القضاة. هذه يعني الحركة ستؤثر على سير شؤون العامة في البلاد، بينما ترد نقابة القضاة وتقول بأنها مضطرة للدخول في مثل هذه الحركات الاحتجاجية لأنها ضحية تصرفات تعسفية على حد تعبيرها للجهاز التنفيذي، الذي تقول بأنه ليس من حقه أن يتدخل في الشأن القضائي، وأن التحويلات التي مست حوالي 3000 قاضي هي من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وليست من صلاحيات وزارة العدل والجهاز التنفيذي ككل. سنبقى في ضوء كل التطورات. أشكرك جزيلا من الجزائر زميلنا حسان جزائري.